نعود محليا، والسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقى أمس بمجموعة من أهم المطورين في مصر. قطاع التطوير العقاري هو قطاع مهم، هو القطاع الآن القائد في الاقتصاد المصري، وطبعا ده كان بحضور السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب محافظ البنك المركزي والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك. ماذا دار في هذا الحوار؟ هنحاول نفهم من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية. باشمهندس خالد مساء الخير، يعني ماذا دار في هذا الحوار بين الحكومة وبين المطورين؟ مساء الخير مدام لميس. طبعا بداية طبعا دولة رئيس الوزراء أوضح أهمية هذا القطاع، وان الدوله بتستثمر اموال كثيره في هذا القطاع، وان التنميه النهارده في مصر في كل تقريبا بقاع الارض في مصر. عندنا النهارده حوالي فوق 14 مدينه. القطاع الخاص نفسه انما في الفتره الاخيره زاد استثماراته في هذا القطاع سواء عن طريق شركات جديده او زادت رؤوس اموال لشركات قائمه. وبالتالي كان دوله الرئيس كان بيتكلم ان احنا محتاجين بيبقى في تنظيم وبعض الضوابط للقطاع، عشان زي ما حضرتك قلت ده النهارده احد الدعائم في الدخل القومي، من اكبر القطاعات اللي ليها تاثير في الدخل القومي، وبالتالي لازم نحافظ على الاستثمارات، ومش بس الاستثمارات وكمان حقوق المشترين. حضرتك منظومه التطوير العقاري هي ثلاث اطراف، جهه الولايه او اصحاب الارض والمطور العقاري والمشتري. ايه منظور الحكومه لهذا التطوير وهذا الضبط للسوق؟ احنا بنتكلم على قانون جديد ولا بنتكلم يعني ايه شكل الضبط؟ لانه كان في كلام كتير على امور اخرى، فيعني ايه شكل الانضباط اللي الحكومه بتسعى اليه؟ لا يعني انضباط حضرتك في شكل ان احنا النهارده في النهارده مشروعات جديده لسه هتقوم، لازم النهارده يبقى في نوع من انواع المراجعه على المبيعات، المراجعه على التنفيذ والمتابعه الجيده، لازم يكون هناك في زي نوع من انواع الرانك. انت عارفه حضرتك النهارده في قانون اتحاد المطورين موجود النهارده في مجلس النواب، تم الانتهاء من مناقشته في اللجان الخاصه، ومنتظر ان هو ينزل الجلسه العامه يمكن في الدوره البرلمانيه الجديده. القانون ده بينظم العلاقه بين المطورين وبيصنفهم. طبعا التصنيف ده بيساعدنا احنا كدوله بعد كده لما نيجي هنقدر ناخد من التصنيف ده ان احنا لما نتيح اراضي حسب التصنيف المطور يقدر يخش على الارض. طب وتصنيف المطور ده هيكون بناء على ايه يا باشمهندس خالد؟ ده المفروض حضرتك في اللائحه لما يصدر قانون الاتحاد للمطورين، اللائحه التنفيذيه هتقول التنظيم بتاعه، زي ما حصل حضرتك في اتحاد التشييد والبناء، اتحاد التشييد والبناء مصنف المقاولين يعني تصنيف حسب حجم كل شركه وحسب حجم عملهم مثلا ولا الملاءه الماليه ولا ايه؟ كل حاجه حضرتك بتخش فيها، سابقه الاعمال، حجم الشركه، راس المال الشركه، الموظفين الموجودين في الشركه، وحجم مشروعات سابقه قدموها، كل الحاجات دي كلها، وبالتالي هيبقى في تصنيف مثلا فئه الف، فئه ب، فئه ج، وكل فئه من هذه الفئات. الجزء الثاني الاهم طبعا ان مش هيبقى فيه متاح ان حد يشتغل في هذا في السوق العقاري الا ما يكون موجود في الاتحاد، وبالتالي معروف هو يعني معروف الشركه وهو حسب التصنيف بتاعها. اي اراضي جهه من جهات الدوله بتطرحها هتبقى بتطرحها حسب هذا التصنيف، يعني لو بنقول في عارف مثلا اراضي مفتوحه لحد 500 فدان 1000 فدان ما يتقدمش عليها لهذه النوعيه، اللي هي الدوله هتبقى ضامنه ان هو عنده من الخبرات وعنده من الملاءه الماليه والفنيه ان هو يقدر ينفذ المشروع في التوقيتات اللي هي المظبوطه. طيب هل مثلا يعني كان في كلام فيما يخص اراضي الساحل الشمالي ومشروعات الساحل الشمالي انه لابد من حد معين لملاءه ماليه او حد معين لتنفيذ المشروعات قبل ان يعلن عنها، هل ده ساري هذه الفكره ولا بيتم نقاشها؟ وهل ده بيخص الساحل الشمالي فقط ولا بيخص كمان العاصمه الاداريه او بيخص كل المشروعات؟ خلينا حضرتك بالنسبه للساحل الشمالي، انت عارف حضرتك الساحل الشمالي انتقلت ولايته من محافظه مطروح الى هيئه المجتمعات هيئه المجتمعات عندنا في الوزاره. هيئه المجتمعات حضرتك عندها الضوابط بتاعتها، وطبعا الحمد لله على مدى تاريخها كل الشركات اللي شغاله تبقى لضوابط وتبقى لملاءه ماليه وفنيه ومتابعات دقيقه وليها اجراءاتها، سواء لو اي حد بيتاخر في التنفيذ او غيره. طبعا الساحل الشمالي الغربي كان هناك يعني تعاملات اخرى مع المحافظه باساليب اخرى.
فطبعا كان لازم نحط عينينا على الساحل الشمالي ونبص على التوجيهات اللي موجوده وعلى الواقع ونحط له بعض الضوابط عشان نضمن حقوق المشترين. ان في طرف ثالث زي ما قلت لحضرتك اللي هو المشتري، النهارده المشتري لازم يضمن حقوقه، فلازم هذه الشركات تتم متابعتها، لازم يتحط لها بعض الضوابط سواء نسب من التنفيذ، سواء حساب بنكي مخصوص لهذا المشروع يتم صرف المشروع من هذا الحساب ووضع فيه كل الايرادات، سواء تقارير من المراجعين الماليين كل ربع سنه يؤكد ان الاموال ما تم تحصيله من الايرادات كانت بتصرف على هذا المشروع وليس في حاجة اخرى. كل هذه بعض الضوابط حضرتك اللي هي متعرف عليها دوليا، وغالبيه الشركات بتتعامل معاها، يعني غالبيه الشركات اللي هي بتتعامل مع بنوك لازم يكون عندها هذه الحاجات دي.